بس. طيب دلوقتي ارجع تاني لفكره انه احنا عارفين ان القصر العيني جزئين، الفرنساوي والقصر العيني القديم. تمام. فانتوا قررتوا انه القديم هيفضل مكمل يعمل الاستقبال وعمليات الجراحه واللي طبعاً. عنده مصران وكل طبعاً. شيء، عشان نشرح بس، انا فاهم يا فندم، بنشرح للناس ان القصر العيني لسه موجود، وقررتوا انه الفرنساوي ده يبقى عزل لايه؟ لمرضى المصابين بالكورونا، سواء من جامعة القاهرة أو الحالات اللي محتاجة أنها تدخل، هيتم التنسيق مع وزارة الصحة ومع وزارة التعليم العالي. أنا بس عايز أقول لحضرتك ليه وقع الاختيار على القصر العيني الفرنساوي، لأنها لازم تكون مستشفى منفصلة بجميع خدماتها. القصر العيني القديم هو مباني كلها متصلة ببعضها قديمة، فما تقدرش تخرجوا كله من الخدمة وتقلبه عزل. كان الأوقع أن المستشفى من بابها، ومقابل كده لازم مكان يتولى الطوارئ والاستقبالات والحالات العادية اللي هي مش كورونا.